لكم التحية في كل مكان أينما كنتم. أول فقراتنا لصباح الشروق هتكون معي ضيفة الأستاذة نهى محمد ونهى محمد حمدين، هي السكرتير العام لمنظمة المبادرة السودانية السودية. أنا أرحب بك وصباح الخير عليك. عليكم السلام، صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة الشروق. سعيدة جدا بالإطلالة عبر هذه القناة المميزة. أنا نهى محمد أحمد محمد زين، منظمة المبادرة السودانية للتنمية السودية، السكرتيرة العام. برحب بكل المشاهدين وبقول لهم صباح الخير أينما كنتم، وبتمنى أنه نكون خفيفين عليكم من خلال هذه الإطلالة. الهوى الليلة استقبلك استقبال شديد. هوى جميل والله. صباحنا أيوة بالضبط. يديك العافية الله يخليك. نعرف المنظمة أو نتعرف عليها من قريب أول حاجة، تأسيسها بدت 200. طيب، منظمة المبادرة السودانية للتنمية هي منظمة يعني بدت في العام 2000 وبدت كمنظمة عالمية خارج السودان، تم تسجيلها من قبل شباب سودانيين كانوا موجودين في القاهرة آنذاك، واتسجلت هنا في السودان كمنظمة عالمية برضو في العام 2003 وبدت شغلها في السودان في العام 2003. سوديا بتهتم بمحاور يعني ثلاثة أساسية، اللي هي السلام، بناء السلام والديمقراطية، ومحور المجتمع المدني بصورة عامة بما فيه كل ألوان المجتمع المدني. سوديا اختصار لشنو؟ اللي هي سودانيز فولومنت انيشيتيف، المبادره السودانيه للتنميه. التاسيس في القاهره، يعني المركز بتاع القاهره. ايوه، بدات في القاهره لكن وبدات كمنظمه عالميه زي ما قلت لك. وجات السودان في 2003، لكن هسه طبعا حصل تغيير في الـ في الـ في نوعيه التسجيل ذاته. ففي 2010 كان طلع قرار بسودنة جميع المنظمات. صحيح. يعني اللي هي منظمات تعتبر سودانيه او المؤسسين بتاعنا سودانيين. نعم. ووفق القرار ده في 2010 تم تحويله لمنظمه وطنيه. نعم. او منظمه سودانيه. الوقت ذاك شويه كان في زنقه، كان في ايوه في صعوبه في التعامل مع المنظمات العالميه. صحيح. هنا يعني الوضع كان شويه صعب، فنحن يعني هم لما طلع القرار ده زمونا بانه يا اما هي تكون منظمه يعني وطنيه تستودن. او تستودن او يعني تتقفل كمنظمه عالميه. نعم. فهي كانت نفس الاهداف الشغالين فيها، ونحن بنخدم المجتمعات السودانيه، فقمنا سودنا المنظمه وما زلنا شغالين بنفس المانديت بتاعنا اللي بدينا بيه. طيب انت قلتي ثلاثه محاور. ايوه، اللي هي بتلعب عليها المنظمه يعني. ايوه، بناء السلام والديمقراطيه. نتكلم اول شيء عن بناء السلام ده، ولا لانه طيب. الملف شائك جدا الى هذه اللحظه يعني. ايوه بالضبط. هي سوديا اشتغلت يمكن من العام 2003 في بناء السلام، وبناء السلام طبعا جواه كميه من المشاريع. صحيح. وكميه من البرامج. وكنا بنستهدف في الوقت ذاك يعني في بداية شغلنا مستهدفين المجتمعات في قرب السودان، أو المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والحروب في الولايات المتأثرة اللي هي في قرب السودان، في ولايات دارفور وولاية النيل الأزرق. فكان عندنا برامج كثيرة جدا جدا بتهدف لبناء السلام، والهدف منها هو يعني خلق يعني سلام دائم في المجتمعات دي. ويكون في وتنعم المجتمعات بالسلام، ويعني نكون ساعدنا في الحته بتاعه التثقيف بالسلام ونبذ الحروب والحياة المتعلقه. فكانت عندنا برامج كثيره جدا من 2005 اشتغلنا فيها في الولايات المتاثره بالحروب. لحد 2014. كانت عندنا مكاتب في دارفور وفي النيل الازرق دفع في ما يخص بناء السلام. المكاسب اللي تحققت في الملف ده بالتحديد يعني، والله انا بفتكر نجحت فيه من اي هدف من الاهداف يخص السلام بالتحديد يعني. سوديا في ما يخص بناء السلام صراحه يعني انا بفتكر يعني بنت يعني برنامج قوي جدا في الولايات المتاثره بالحروب. وده كان تم من خلال التوعيه وبناء القدرات بالنسبه للقيادات الموجوده في المجتمع. وانه يعني الحروب دي حتكون حاجه مدمره لهم وللشباب الموجود، وكنا بنستهدف صراحه الشباب والقيادات المجتمعيه. عشان نستفيد من الطاقه بتاعت الشباب في انهم ما يعني ما يمشوا اتجاه الحروب، بالعكس يمشوا في اتجاه تنميه مجتمعاتهم. فكان كنا بنكونهم في مجموعات وبتم تدريبهم،
والمجموعات دي هي بدورها بتكون شغالة في الحتة بتاعت إنه كيف تنمي المجتمعات بتاعتها من خلال البرامج المطروحة من الحكومة أو البرامج المطروحة من المنظمات العالمية والمنظمات الوطنية. وصراحة نحن حققنا يعني زي ما بقولوا أثر إيجابي كبير جدا في الحتة دي. وكنا بنخلق برامج بتاعت تحريك بتاع مجتمعات ويكون في تحريك لعدد من المجتمعات القريبة من بعض بأنه مثلا يحصل إيفنت أو يحصل زي احتفال يلم كل المجتمعات دي. وبعد ذلك الحاجة دي ذاتها بتقود للحتة بتاعت السلام بين المجتمعات الموجودة خصوصا في دارفور. في الشرق يمكن برضو اشتغلنا في الحتة دي وما زلنا شغالين في الشرق اللي هو برضو واحدة من الحاجات اللي بنعملها إنه بنكون مجموعات شبابية. المجموعات الشبابية هي بدورة بتقوم بتشوف شنو الحاجات المحتاجة لها المجتمعات بتاعتها اللي هي الموجودة فيها وكيف ممكن يقدروا يحلوا المشاكل دي. وسوديا بتساعدهم برضو من خلال منح مالية صغيرة في إنهم لو في مشاكل يعني أساسية محتاجة لحل إيرجنت ما محتاجة لأنه يعني تنتظر على السن الشباب دي هم يتحركوا ويلقوا موارد لأنه يحلوا مشاكلهم. فإحنا بنديهم شوية يعني منح مالية صغيرة هم بدورهم بيحاولوا يحلوا بها المشاكل الموجودة دي اشتغلنا بها برضو في شرق السودان. طبعا أكثر ناس بيعانوا من القصة دي هو المرأة والطفل بطبيعة الحال يعني الحروب بالتحديد يعني. أيوة هم دائما كان يعني بيتكلم عليهم بأنهم الفئات المهمشة هم محتاجين لدعم وكده. وسوديا بتشتغل مع المرأة بصفة عامة. برضو في الحتة بتاعت بناء السلام اشتغلنا يعني في التثقيف المدني ودي يمكن واحد من المحاور الأساسية اللي احنا اشتغلنا عليها. يمكن بدت في العام 2019 بدينا على الحتة بتاعت التثقيف المدني لأنه في واحدة من أهم نحن نفتكر إنه التثقيف المدني ده من أهم المحاور المفروض كل المجتمع السوداني يكون ملم بالله. أنا جاي في محور كامل لكن طبعا. موضوع الفند ده الفند المالي بالتحديد هو دائما ما تواجه المنظمات بالإشكال ده يعني الفند تصرف فيه وكيف طبعا من... هو التحدي الكبير بالنسبة للمنظمات هو كيف إنها تلقى فند لأنها ده مكلف يعني... جدا بالمناسبة. أيوة. نعم. لكن إحنا عندنا الصراحة يعني شراكات يعني واسعة مع عدد كبير من المنظمات الانترناشونال باعتبار إنه سوديا هي منظمة قديمة وسوديا منظمة عندها يعني مثلا أنا ما أدري يعني خبرات عالية جدا في المجال العمل بتاعه. وسوديا ذاتها هي مركزة على محاور محددة يعني واحدة من الحاجات اللي بتخلي إنه المنظمات يكون عندها يعني أكسس للفند أو للتمويل يعني المنظمة تكون فوكس عليه أو تكون مركزة على محاور محددة أو على يعني برامج محددة تشتغل عليها. فبيخلي المنظمة عملت يعني بناء للقدرات بتاعاتها في الفيلد المعين او في البرنامج المعين وخليها هي شغاله فيه بصوره يعني مقنعه حتى ذاتها للمانحين. نعم. طيب نجي للمحور الاساسي اللي هو التربيه المدنيه. أزول اول ما يسمع الجمله دي تتبادر لذهنه كم حاجه يعني فيما يخص أيوة. التربيه المدنيه أيوة. ترتبط طوال بالدوله المدنيه بطبيعه الحال طبعا. أيوة. نعم. شنو التربية المدنية؟ التربية المدنية طبعا التربية التثقيف المدني أو التربية المدنية دي هي بتشمل محاور عديدة جدا لكن سوديا تخصصت في محاور محددة زي ما قلت لك احنا دائما عندنا الحتة بتاعت التخصصية يعني. فنحن تخصصنا في ثلاثة محاور أساسية في التربية المدنية اللي هي السلام. باعتبار انه واحد من المحاور الأصل احنا شغالين عليها والدستور وده واحد برضو من المحاور تحت الديمقراطية نحن من يعني برامج الديمقراطية ونحن شغالين على محور الديمقراطية والانتخابات. فدي واحد من أهم أنا أفتكر المواضيع تحت التربية المدنية المفروض أن كل الشعب السوداني أو كل المواطنين السودانيين يكونوا يعني هم أوير بها أو على علم تام بها وأقل شيء يعرفوا الحاجات الأساسية فيها. فسوديا هي تخصصت في الثلاثة محاور دي ونحن بدينا الشغل ده في 2019 وسوديا يعني صممت دليل تدريبي فيما يخص الثلاثة محاور الأساسية في التثقيف المدني أو التربية المدنية اللي هو محور السلام والدستور والانتخابات. وزي ما قلت لك الحاجة دي ذاتها اتزامنت مع الفترة الانتقالية بتاعت السودان اللي هو في 2019
وحسينا انه الفتره الانتقاليه محتاجه لتوعيه المواطن ذاته بالثلاثه محاور الاساسيه، لانها هي اكثر المحاور اللي ممكن تقود ل يعني تحول ديمقراطي سليم في السودان. نعم. فركزنا على الثلاثه محاور دي باعتبار انها هي حتساعد التحول الديمقراطي. بدينا الحاجه دي بانه يعني عملنا دليل تدريبي للثلاثه مناهج الاساسيه دي، والدليل ده عملته لنا جهه استشاريه وقام في لجنه فنيه من يعني من يمكن الأكبر المستشارين في مجال الثلاثه محاور الاساسيه الانتخابات والدستور والسلام، هي كانت مشرفه على على العمل بتاع الدليل ده مع الجهة الاستشارية اللي هي مجموعة الطريق، هي عملة الدليل التدريبي. بعد ما يصمم الدليل سوديا يعني قامت بعمل أربعة مؤتمرات في أقاليم السودان المختلفة. فكان في مؤتمر في إقليم الشرق وضم ملايين ولايات الشرق الثلاثة. المؤتمر ده الهدف منه انه نحن الكتيب بتاع التسقيف المدني ده او الدليل بتاع التسقيف المدني ده نحن نملكه للمنظمات القاعديه الموجوده على مستوى القواعد في المجتمعات. نعم. فطرحنا زي منافسه للمشاركه في المؤتمرات دي، وقدمت عدد كبير من المنظمات في الولايات المختلفه في السودان. نعم. وزي ما قلت لك نظمنا اربع مؤتمرات، المؤتمرات دي في شرق السودان، في قرب السودان، في شمال، في قرب السودان في دارفور، في كردفان الكبرى، في الأوسط الإقليم الأوسط، وده شمال لي النيل الأزرق والجزيرة، وضمينا لهم ناس الشمالية. التدريب ده حصل لأكثر من 50 منظمة. طيب. قاعدية ومحلية. بما فيهم عدد من من الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية. والهدف الأساسي كان للمؤتمرات دي إنه نحن نملك المنظمات دي المعلومات اللي لها علاقة بالمحاور الثلاثة، وهم بدورهم ينقلوها للمجتمعات أو يستقطفوا المجتمعات. ويعتبر زي الورشة بتاع تدريب المدربين. بعد ما خلصنا الأربع مؤتمرات دي كان في 2021. كان تبعها زي منح مالية صغيرة لعدد من المنظمات اللي شاركت معانا، وإنهم بدورهم قاموا بتوصيل أو إعداد برامج بتاع التسقيف مدني في المحاور الثلاثة الأساسية لمجتمعاتهم. نعم. طيب هو بتقاطع مع السياسي شوية؟ لأنه في كلام عن الدستور، في كلام عن الانتخابات. هو ما بتقاطع مع السياسة، أنا زي ما قلت لك هو يعني واحد من أهم المحاور، أو هم الثلاثة محاور دي هي اللي بتساعد في التحول الديمقراطي بتاع السودان. لأنه أنا لما نتكلم لو ما في سلام أصلاً ما حيكون في يعني مساحة لديمقراطية أو لدستور أصلاً. نعم. بعد ما الناس تعرف إنه شنو نحن مفروض السلام يكون، في سلام دائم يكون، المجتمعات كلها تشارك، يكون ما في حروب، ما في مشاكل بين المجتمعات، بعد ذاك نعرفهم عن الدستور. الدستور هو ذاته شنو؟ يعني المكونات بتاعت الدستور، الدستور ده بعبر عن شنو؟ يعني حتى المادة كانت نحن مشينا فورورد في الحتة بتاعت الدليل ده، يعني بدينا نعمل فيه بلقى يمكن تكون فيها رسومات ولقى مبسطة، حتى يعني أي شخص موجود على مستوى السودان يفهمها ويتعاطى معاه. أيوة. يعني يفهم المادة ويتعاطى معاه ويعرف انه مثلا الحاجة اللي بتتكلم عن شنو. لانه الدستور لو ما شاركوا فيه كل المواطنين السودانيين يفتكر انه ده دستور ما يعني ما بمثل كل السودانيين. فدي حاجة مهمة هم لازم يعرفوها. الانتخابات يعني ابسطها انك انت تعرف كيف العملية الانتخابية دي بتتم، وصوتك ده هو عبارة عن شنو، وكيف بتقدر تدي صوتك، وصوتك تدي لمنو، بتتم كيف هي العملية الانتخابية وكلامنا. وده كلام طبعا في حتات كثيرة جدا بصراحة، في ناس ممكن يقولوا هو ده ترف يعني. لدرجه الناس وصلت مرحله ما 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 اوير بالدستور، ما عارفه بنوده. وناس كتار جدا نسي بيتكلموا، تخيلي ده بسبب الخلافات الحاصله حاليا انه الدستور ما قد عبر عننا يعني، ولا أيوة ولا حاسين بروحنا فيه يعني. بالضبط. هو نحن الرساله بتاعتنا انه احنا دارين نوصل للناس
يعني دي الحاجات المهمة، وإنه الدستور ده بتتبني عليه كل حاجة تاني بعد ذاك. نحن عندنا في القانون بنقول عليه أبو القوانين الدستور، فبتتبني عليه أي حاجة. ونس إنه الدستور ده يتخطى، أي تاني قانون تاني هو بيكون مأخوذ من الدستور بتاع البلد. ملزم. أيوة وملزم. فعشان كده لازم أي زول يفهم، يعني أي مواطن يفهم يعني شنو الدستور وهو داير شنو مفروض في الدستور ده يكون، ويكون بعد ذاك مشاركتهم في الدستور من عبر القواعد بتاعتهم وممثلينهم وكده. فأنا بفتكر إنه الحاجة يعني التعليم أو التثقيف المدني أصلاً ما يعني بالعكس ما متضارب مع السياسة وما عمل سياسة. أنا بفتكر وبفتكر إنه واحد من الحاجات اللي ممكن تقودنا لبر الأمان. نعم. أيوة. اللي هو الدستور بالتحديد يعني. أنا مصر أضغط هذه الكلمة. طبعاً الدستور ده هو ما صحيح. في النهاية أنا هو البيز بتاعي في أي حاجة، هو الأساس بتاعي في كل حاجة. نعم. بعضهم يلوح بالانفصال، بعضهم يلوح بالضبط بالعلمانية. أيوة. كده يعني. فأنا في الموضوع معقد للغاية يعني. أنا ما أعرف بالضبط. عشان كده مهم صحيح. الناس تفهم فيه. يعني مهم إنه الناس تفهم شنو الدستور وكيف ممكن تشارك في العملية الدستورية وبأي طريقة ممكن تشارك في العملية الدستورية، والدستور ده هو ذاته بالنسبة لهم بيشكل شنو كده. نعم. فالحاجة مهمة شديد. نعم. وعندنا يعني ضعف شديد في المعلومات زي صحيح. ما قلت عن الدستور عموما. بالضبط. في اي تعاون مع منظمات حتى العمليه الانتخابيه انا بفتكر انه يعني ما في شغل عليها. يعني لو لاحظت احنا من قمنا في جيلنا ده يعني ما في انتخابات اصلا هي حصلت، ولما حصلت يعني الناس ذاتها لما تيجي تقول لها اكتبوا لك ماشي الانتخابات ما عارفه هي ماشي تعمل شنو، وصوتها تدي لمنو، ليه تدي صوتها لمثلا الشخص المعين وكذا. ففي حاجات يعني بيزك او اساسيه لازم الناس شنو تكون هي يعني تقيف عليها وتعرفها وتكون فاهمها تماما عشان بعد ذلك تمشي في الاتجاه الصحيح. ممتاز. طيب بس احنا كده بنعتبر تعرفنا التربيه المدنيه بالنسبه للناس وبالنسبه للمشاهد بشكل عام. في اي تعاون مع منظمات اخرى؟ طبعا سعودية طبعا زي ما قلت لك هي شغاله في ثلاثة محاور فقط فيما يخص التربيه المدنيه. واحده من الحاجات نحن يمكن يعني انتبهنا لها انه والله طبعا في عدد كبير من المنظمات شغالين في التثقيف المدني. نعم. فحاولنا نحن يعني من خلال شغلنا في الفتره بتاع من 2019 لحد هسه 2022 او قبل في بدايه 2022 نتواصل مع عدد من المنظمات ونشوف المنظمات الشغاله في نفس المجال. اول حاجه عشان نحن عايزين ننسق الجهود مع بعض وما يحصل بلوكيشن، يعني سعودية ما تشتغل في السلام والدستور والانتخابات وتجي مثلا ما بعرف منظمه ثانيه تشتغل في نفس المحاور، وحتى لو اشتغلنا في نفس المحاور هل نفس المسج اللي بترسله للناس يا نفس المسج اللي بترسله المنظمة الثانيه وكده، او نفس الرساله يا نفس الرساله. فعشان كده قمنا تواصلنا مع كل المنظمات اللي هم شغالين في مجال التثقيف المدني او التربيه المدنيه، ولقينا في عدد تقريبا 13 منظمه شغالين، وعملنا زي راوند تيبل وكل منظمه عرضت يعني هي بتعمل في شنو وشنو المادة أو المنهج المستخدماه في التثقيف المدني. وبعد ذلك بدينا نتواصل وحاولنا نعمل تشبيك على سنه الشغل يكون متكامل زي ما قلت لك، والجهود تكون متكاملة وكلنا نكون ماشيين في اتجاه واحد ونوحد الرسالة بتاعتنا للمجتمعات. حتى يمكن في خلال اليومين الجاية عندنا زي ورشة. الورشة دي هي بتضم 13 منظمة ديل، والهدف الأساسي بتاعها إنه كل منظمة يعني تشوفي يعني نشوف نحن مثلي نوزع العمل فيما بيننا حتى على مستوى المحتوى وعلى مستوى المجتمع. بالضبط. تمام. وفي نفس الوقت نوحي زي ما قلت لك المسج بتاعتنا، وفي نفس الوقت يعني نتشارك المهمه مع بعض كلنا وناخذها مع بعض. صحيح. لانه ممكن عادي جدا وطبيعي جدا زول يقول لك يا اخي في منظمه ثانيه بتشتغل نفس شغلكم، فما في داعي يعني. والامر من كده انه نفس الشغل لكن تكون المسج مختلفه، فبيحصل تضارب في الفهم للمتلقي ذاته للرساله. فكل واحد حيقول يا ربي صح كلام. عشان كده لازم بالضبط. الناس تقعد مع بعض وتخط المناهج بتاعتها ويحصل لها تنقيح وبعد ذاك تشتغل مع بعض. نعم. برضو واحدة من الحاجات المهمة في الورشة دي إنه حيخدوا كيف يعملوا يعني قياس للأثر بتاع العمل بتاعنا كلنا كمنظمات. نعم. يعني كيف نقدر نقيس الأثر من خلال الشغل بتاعنا، والآلية بتاعت قياس الأثر حتكون كيف،
وحاتين بياتوا طريقه. يعني عندكم حاجه الانديكيتر ده يعني لو عايزين تعملوا انديكيتر يعني بالضبط من خلال الورشه الحاتين ان شاء الله من يوم السبت والاحد الجايين. نعم يعني هو اول كلام ما احنا نقول الكلام مبكر على الانتخابات لسه احنا حتى احصاء ما عملناه لسه يعني صح. احصاء سكاني لسه الناس بيتكلموا عن انه لانه طالما في نزاعات تبقى الاحصاء السكاني من الصعوبه بمكان. لكن يا استاذ محمد واحده من الحاجات المهمه يعني التعليم ده ذاته او التربيه المدنيه دي بالذات محتاجه يعني زمن طويل صحيح. محتاجه شغل كثير صحيح. فانا بفتكر انه يعني حتى احنا لما بدينا الحاجه دي كان في انتخابات في 24 حاسين بانفسنا مضغوطين وما حنقدر نحصل انه نغطي كل السودان وياتوا منهجيه بتخلينا نحن مثلا نغطي الحاجه قبل الانتخابات على 24 ما تجي صحيح. عشان الناس تكون فاهمه الشغل بتاع الانتخابات والحاجات دي. فعشان كده انا افتكر انه ده الوقت المناسب الناس تبدا تبني او من توصل ايوه المفهوم والمفاهيم للناس على اساس انه في اي وقت حصلت انتخابات الناس تكون جاهزه للحته بتاعت الانتخابات. نعم مفتوحه الورش دي لكل الناس؟ طبعا هي اوبن لنحن سوديا دورة هي ما بتمشي طوالي للناس نحن بنتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت منظمات سواء كانت نقابات سواء كانت حتى الأحزاب السياسية حتى يعني التجمعات الشبابية حتى أنا بتذكر واحدة من هنا كانوا ناس سجان المقاومة يعني في كل المؤتمرات اللي عملناها هم كانوا جزء من من التدريب فهم ديل بيدورهم هم اللي بيمشوا بيحكسوا الحاجة للمجتمعات لكن نحن دورنا برضو نحن نتابع الناس ديل ونساعدهم في الحتة بتاعت انه يلقوا فنط عشان يعملوا الأنشطة بتاعتهم تحت التصغير على مستوى المجتمعات. يعني انتوا بتدرب المدربين؟ نحن بندرب المدربين والمدربين هم اللي بندربهم ديل هم عبارة عن منظمات كل منظمة بتجيب لنا 3 أفراد كل زول بيكون متخصص في محور محدد يعني زول عنده متخصص في محور السلام زول في الانتخابات زول في يعني مثلا في الدستور نعم. وهم بيدورهم بيكونوا بعدين يعني شغالين ميسرين في المسألة بتاعت التثقيف المدني أو التربية المدنية لمجتمعاتهم نعم. فدي أكثر آلية ممكن تكون يعني تدي نتائج سريعة وكويسة في أنك أنت تشتغل عبر المنظمات القاعدية الموجودة لأنه إحنا سوريا برانا لو قلنا لأن نغطي كل السودان ده صعب شديد صعب جدا طبعا حتى واحدة يعني واحدة من الحاجات اللي بنعمل فيها برضو إضافة لعمل المنظمات استخدمنا منهجية اسمها البحث عن المستقبل اللي هو مع المنظمات ذاتها فبنشوف انه فيما يخص المحاور الثلاثة دي بيتمعوا كل المنظمات الموجودة في الولاية المحددة وبقوموا بكونوا لهم زي منصة وهم بطريقة محددة طريقة حديثة اسمها البحث عن المستقبل بيبحثوا عن المشاكل الأساسية والمواضيع الأساسية اللي هم دارين يحلوها في مجتمعهم فبرضو دي واحدة من الآليات اللي احنا شغالين بها هسي مؤخرا في الحتة بتاعة التصغيف المدني أو التربية المدنية. وين الإعلام من القصة دي؟ وطبعا ده الإعلام موجود رأس الرمح يعني. الإعلام موجود صراحة يعني احنا كل الحياة اللي عملناها دي كان بيكون في يعني مثلا على مستوى الولايات الغنوات الولائية كلها كانت بتكون موجودة وبرضو على عملنا مؤتمر هنا في ولاية الخرطوم كان براه تيستينج للمنهج برضو كان فيه عدد من حتى الشروق كانت موجودة وكان في عدد من القنوات الثانية موجودة ونقلت الحاجة دي فمن ناحية إعلامية نفتكر إنه تغطي تغطية شاملة للبرنامج ده يعني كان فيه تغطية كبيرة جدا صحف السيارة الإذاعات الإف إم الكثيرة يعني والله يعني الإذاعات دي بس كان في دارفور كان الإذاعات تواصلت معانا وكذا لكن هنا على مستوى ولاية الخرطوم ما كان في إذاعات في الشرق برضو كان ناس الإذاعة تحت الشرق كانت برضو مغطية للبرنامج كان في مدينة كسلة لولاية الشرق الثلاثة. طيب نتكلم في المشاريع الجاية في ختام حواري معك ده شنو الجاي؟ فيما يخص التصغيف المدني نعم. فيما يخص التصغيف المدني هو نحن بالنسبة للمنظمة بشكل عام يعني المشاريع أيوة. المنظمة طبعا بشكل عام هو واحدة من حاجات الشغل بتاع الديمقراطية ده بتاع التصغيف المدني بصفة الديمقراطية تمام. الحاجة الثانية واحدة من الحاجات نحن طبعا مهتمين بها فيما يخص الديمقراطية حرية الإعلام برضو وده عندنا فيها شغل كبير جدا وبما حسي مؤخرا شمل يعني السوشيال ميديا اللي هو يعني مثلا واحدة من الحاجات يعني البرنامج كان بيعمل زي متابعة للإعلام وحرية الإعلام وشنو الانتهاكات اللي حصلت وبنرصد الحاجة دي بالنسبة للإعلام ومنظمات المجتمع المدني برضو
وبيطلع عندنا تقرير بيطلع كل 3 شهور عن الحاجات اللي بتحصل دي في فيما يخص الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. دي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية برضو عندنا اهتمام كبير بالبيئة وخاصة البيئة المحميات الطبيعية. عندنا شغل في ولاية البحر الأحمر في محمية دنقناب محمد جول، وطبعا محمية دنقناب محمد جول تعتبر من المحميات الصنفة اليونسكو من المحميات العالمية. عندنا فيها شغل كبير جدا. وواحدة من أهم الحاجات اللي نحن شغالين عليها كانت في السنة الفاتت وهسه مواصلين إن شاء الله حيكون في العام 23 في السياحة المجتمعية. نعم أستاذة نهى، أنا شاكر لك جدا والله. أستاذة نهى محمد، أنا شاكر لك جدا وبالتوفيق، ونحن معكم كإعلام يعني. تسلم يا أستاذ، يديك العافية. نحن شاكر لكم جدا، شكرا جزيلا.